أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء صدق الله العظيم. الله يسر حالك. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن
فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. صدق الله العظيم. ده بتوصل الرسول يا اخي ما تزعلش نفسه. انا مش هنسال عنهم برضه. احنا واخدينها كده. واخدينها لفه كده ورا بعض حاجه مزعجه. حاجه مزعجه. انا مش هنسال عنهم برضه. يا اخي توصل الرسول يا اخي. صلى الله عليه وسلم. دكتور توصل الرسول يا دكتور. محمد رسول الله. صلى على سيدنا النبي.
صلى الله عليه وسلم حبيب مصلحة. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشد رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي الله يصلح حالك يا رب، يصلح حالك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. الله يبارك فيك يا سيدي، الله يحفظك. واتقوا الله، واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الصلاة والسلام. يا رب. يا صوت النبي. صل عليه، صل على سيدنا النبي، صل الله عليه، صل عليه، صل عليه، نزيد الصلاة عليه. وحياة سيدنا النبي، نعم، وحياة سيدنا النبي، صل عليه، صل الله عليه وسلم. طب انا خدام اللي صلى على النبي.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله العظيم. عليك يا سيدي. عليك يا الحاج. الله يسوي حالك. يا صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. إن الذين ينادونك من وراء
الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا يعني نقعد ستين بعدين 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 الله يصلح حالك الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم صدق الله العظيم استحلوا بقى استحلوا الله يفزك حاضر 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 عبد الناصر حرمته يضرب واقطع مش عايز ماشي اصلا يا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا صدق الله العظيم الله يفتح عليك وعلموه
اتفضل يا مولانا. اتفضل يا دكتور. واحد يمشي يخش 50. الامر لله. الامر لله. واعلموا قتلتنوا فأصلحوا
كده اخيط يا سحر. لا مش هتعبني. مفسر وعالم ومعلم، الملوك والرؤساء يشهدوا لك انك قارئ ومعلم وقارئ ومفسر، لان المتوفي كان رجل صالح لسانا ذكي وقلبا تقي وقرآنا رباني، والشيخ احمد المأذون صديق وفي. ونزيدك يا ست كمان يا صدق الله العظيم. واتقوا الله لعلكم ترحمون.